الرحيم. يا رب تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وإن لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء أنفقوا مما رزقنا
أَخْلَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. صدق الله العظيم. الظالمون
يأتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العظيم. لا
الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أولئك أصحاب النار
600 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس لبثت 100 عام
صدق الله العظيم. فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام العظام كيف ننشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر إلى ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام شمسي يا شيخ استغفر الله العظيم وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله طعامك وشرابك
طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له فلما تبين له فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. صدق الله العظيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى قال بلى. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى قال بلى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى صدق الله العظيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى حاضر قال بلى قال بلى يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف في كل سنبلة مئة
صدق الله العظيم. رسول الله حية وطاهية لكنها تفتنى ويفتنى ابنها وتقى المعاصي والزنوه كما هي وتزخط الايمان والاسلام. استمعت بداية الليلة فطلع لك سنة حضرتك زادت العالم القرآني الكبير قبيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات القارئ المعروف والمقيم شرطة الحاج تبع لمركز وقبيلة الشيخ. إذا أعطيكم لكم مقدرة صوتكم وفرش الحديث الكبرى ولو لا مصر الغار رتبت وجهزت المخازن والمحلات المعلق عبد الموصف أبو جلاوة المقيم والمعروف بإصلاح مريض دارات السنة. المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا